هو عندنا نوعين من الريموف، زين، ريموف بالاندكس وريموف بالاوبجكت. خلينا نسوي اول واحد، زين، الريموف اللي بالاندكس. هني ريموف ذا اليمنت ات ذا بوزيشن اندكس اند ريتيرن ذا اليمنت بين ريموف. اي شيء نمسحه لازم نسوي له ريتيرن عشان نقدر نشوفه. فخلينا نسوي الهاي الريموف. ولكن قبل ما نسوي الريموف خلينا نعرف اذا بالاندكس شنو معناته. مثل ما شفنا من ساعه انه مثلا اذا سويت ريموف بالاندكس اقدر اشيل الهالو من النص، تمام، او اشيل الهاي، او يعني ما بيفرق، اعطي المكان يشيل لي اياه. زين، شلون هاي قاعد يصير في الاري؟ عشان نفهم الفكره خلينا ناخذ داتا، يكون عندنا داتا ونشوف شلون يصير الريموف. تمام، هالديتا مالتي. خلينا نقول ان الميثود مالي استدعيته وقلت له index one. زين، خلينا نشوف شنو بيصير. مفترض شنو نسوي له؟ نخلي الشفت هو اللي يسوي الريموف. يعني احنا اندكس 1 ما نبغي، صح؟ فلازم شي يصير، لازم الثلاثين تجي هني، تمام. اذا الثلاثين جت هني شنو بيصير؟ خلينا نشوف الديتا. الديتا بتكون بهالطريقة، عشرة عشرة ثلاثين، هاي الداتا صارت بهالطريقة. زين، احنا بعدين شنو نبغي؟ نبغي نكمل هالطريقة، ان شنو الاربعين نجيبها هني، تمام. فشنو بيكون شكل الداتا؟ بيكون عشرة، هني كم بيكون اللي صار شفت حقه؟ أربعين، تمام. باقي آخر شفتنج اللي بنسويه نودي الخمسين إلى هني. زين، شنو بنكتب؟ الداتا شلون بتكون؟ هل بيصير الشيء عقب هاي؟ لا، لان ليش؟ هم دائما يبغون شنو؟ يقللون الخطوات. فاذا بعد مثلا حطينا هنا النل او شيء، نقدر هنا نخلي النل، مثلا نخلي index the data index 4 زين نل، ولكن ما يحتاج، بقول لكم ليش. فخلينا نشوف السايزز هنا، كم السايز كان؟ السايز كان هنا خمسة، length سبعة ما بيتغير. زين، هني سايز نفس الشيء خمسة، وهني سبعة length. سايز هني خمسة، هني length سبعة. آخر شيء هني شنو بنقول له؟ بنقول له سايز أربعة، لأن ليش نقصنا واحد. فشنو بيصير وقت اللي يعني احد بيسوي اد؟ وين بيسوي الاد؟ بيسويها في الاندكس 4. فشنو الديتا اللي موجوده هنا؟ اوتوماتيك هي بتنمسح، اوكي. فهذا اللي بيصير. ف الكابسيتي بيكون 7. خلينا نطبق هاي بشكل عملي، بنشوف اللوب مالنا شلون بيشتغل. خب، خلينا نشوف اي اتجاه قاعد يمشي اللوب. مثل ما لاحظنا اللوب قاعد يمشي بهالاتجاه. زين، فمعناته انه بياخذ بنبتدي من وين؟ من الاندكس نفسه. زين، ورايحين الى السايز، تمام.
نقول له شنو؟ نقول له بابليك بيكون نوعيته ايه، لأنه لازم نرجع variable. زين نقول له remove وبنعطي index integer index. لأن استخدمنا index فلازم نحط السيفتي. زين في سيفتي ثاني بنتكلم عنه، لكن خلينا نخلص اللوب. في سيفتي ثاني بعد بنتكلم عنه. بنروح حق اللوب. قبل كل شيء احنا قاعد نمسح، فلازم شنو نحط الداتا، مثلا remove item data object اللي هو خلينا نحط object. فإذا يالكم في السؤال ما يعني تعودتوا على كلمة object فيه هني. زين فشنو بنقول له؟ بنقول له the data index، عشان شنو؟ يتسيف الشيء اللي بنمسحه يتسيف هني، وضروري هالخطوة وايد ضرورية. زين بعدين بروح حق الفور. مثل ما قلنا من وين نبتدي؟ من ال index. زين ليش؟ ال index هو البيت اللي ببتدي فيه وأنا رايح. بعدين اللوب بيكون طبيعي عادي list size. زين I plus plus. شنو بنقول له؟ نفس الشيء the data لأن ليش؟ بنغير أماكن الداتا. شنو بنحط في البداية؟ بنحط I. زين هني شنو بنحط في ثاني واحد؟ بنحط I plus. ليش؟ خلينا نشوف ليش. لأن إحنا قاعد نمشي بهالطريقة، يعني من 1 إلى 2. زين فالديتا اللي بناخذها من الإندكس اللي عقب، فلازم نسوي له بلاس. زين فبنقول له شنو؟ بنقول له I plus 1. زين عقب ما يخلص هاي كامل شنو بنسوي؟ بنقول له size equal سوري size minus minus. زين آخر خطوة return شنو؟ removed object. خلينا نشوف بالكمبايلر شنو بيصير. بنخلي أول شيء to string. زين عادية نشوف الداتا، بعدين بنسوي له ريموف من النص، بنشيلها لو نقول له list system.out لأن نبي نشوف الداتا. remove نخلي 1 لأن الindex. زين بعدين مرة ثانية بنطبعه بالتو سترينج عشان نشوف شلون صار شكل الديتا. مثل ما شفتوا شلنا أول واحد. زين remove index 1 data ما خليت يساوي. زين زين طبع لي هلو انه صار ريموف، لان لازم اشوف الداتا اذا انمسحت اشوف شنو اللي خسرته، يمكن شيء مهم او بالغلط اقدر ارجع اقدر اسوي شيء. زين بعدين انمسح من النص. خلينا نغير مثلا حق index 2 نحط هنا 2
بيكون نفس الطريقة، أنا راح جود مورنينج راحت وخلاص، زيرو بعد نفس الشيء، وانين حط زيرو. زين نفس الشيء، فهاي هو الحل. نسبة حق ال هاي، أنا برأيي أراويكم شنو صار بالآيات، عشان خلينا نشوف كل مرة في كل مرحلة ايش صار، لأن في سؤال بعدين بتحلونه متعلق في الرموز، إن أنتم تكتبون. أنا أبغي الفهم، يعني تفهمون الطريقة، عشان إذا تبون تكتبون الحل ترسمون هالخطوات وفي بالكم الحل أوتوماتيك. زين خلينا نشوف شلون بيصير. زين فالاي بتكون كم؟ بتكون الاندكس بتكون 1. زين والاي بلس 1 بتكون 2. تمام. وهني صار ابديت، هني صار 2 صار 3. زين خلينا نشوف قاعد نمشي بالمرحلة. إذا قاعد نمشي ويا المرحلة، زين إحني مفترض شنو؟ خذينا من 3 حطيناه في 2. زين بحط الأسهم بعد. بصير هالخطوة. زين صار لنا هالخطوة. زين الثلاثين وديناها هناك، الحين بيروح حق خطوة شنو؟ إن من 3 بنوديه حق 2 اللي هو هالخطوة. زين بعدين بيكون هني 3 3 وهني 4. فخذينا الديتا من 4. زين ودينا وين؟ 3. مثل ما تشوفون ما بيروح ازيد. ليش؟ لان السايز 4 او سوري سايز 5، فما بيعطي مجال يروح ازيد. زين كنا نقدر بعد نزيد خطوة، نخليه شنو؟ نخليه يروح، يعني ياخذ من اللي قبله، ولكن هاي ريسكي بعد شوي، لأنه ممكن ما يكون في 6 يعطيني ايرور. فخلنا على كذي بس. الأربعة بعدين بيتغير السايز، بيكون لأربعة. أي شيء جديد وين بي؟ بي مكان الأربعة دايركت، بيكون هنا. فمو مشكلة، ديتا بسيطة ما بيتأثر يعني. زين فبهالطريقة بينحل الريموف. عندنا ريموف من نوع ثاني بعد اللي هو بالأوبجكت. زين نحط له أوبجكت، وهالمرة بيكون بوليان. ليش؟ لأن الأوبجكت أوريدي أنا أعرفه. مثلا أبي أشيل هلو، أنا متأكد إن أبي أمسح هلو خلاص. فشنو المفترض يطلع لي؟ يطلع لي يا يس يا نو. زين فبهالطريقة بيكون إنه هالرموف بتكون بوليان. زين فلاحظوا الوصف ماله: remove the first occurrence of the object OBG from the list if present and return true else return false. زين فشنو بنسوي؟ بنكتب object method remove. بنخلي نوعيته بوليان. وبعدين بنكتب ريموف. هني بيكون عن طريق الاوبجكت او الداتا. زين فخلي بحط هني داتا بعد. فشنو بنسوي هني؟
ممكن نكتب نفس الكونتين، نفس الكونتين بالضبط زين، ونسوي له ريموف. ولكن خلينا نستغل ان نسوي الشيء بذكاء، ان نفتك من التكرار والهاي. فشنو اول شيء بنحاول نطلع الاندكس ماله، فبنقول له انتجر زين اندكس ايكوال اندكس اوف، ونخلي الداتا زين. الحين بنعرف في حال ان الاندكس موجود بيعطيني الاندكس، في حال مو موجود بيعطيني ماينس 1. فشنو بنقول له؟ بنقول له اف اندكس ايكوال ماينس 1 زين، يعني مو موجود. شنو ريتير فولس زين، else return. يعني ال else بيكون من سطرين، لأن ليش لازم أمسحها وأقول له return true. فشنو بقول له أول شيء؟ أول شيء ما أقدر أخلي ال return، يعني شوف إذا خليت ال return قبل بيعطيني error. بعدين أكتب مثلا لأن أبي أمسحها، فشنو من مكان أكتب كل هالكود اللي كتبته فوق. باختصار شو اسوي؟ استدعي، مجرد اقول شنو ريموف، واندكس اوريدي عندي، فاقول له اندكس زين. ليش قاعد يعطيني ايرور؟ لان الريتيرن صار تحت unreachable statement، انا ما قاعد يوصل له، انا عقب الريتيرن خلاص. فبس احط هاي فوق وخلاص. هاي نسبه حق هاي نسبه حق ميثود مثل ريموف بالاوبجكت زين. بس عشان ما نتكرر زين، فكذي بيكون قدرنا نختصر يعني ايش كثر اكواد. لو احنا كاتبين الاندكس مره ثانيه وكتبنا الريموف كان وايد كان طويل الكود. ففي البرنامج حاولوا دائما الكود مالكم يكون دراي، فسووا ميثود واستخدموا الميثود زين. لو تلاحظون في الكلاسات لو ترجعون لهم هم بعد مستخدمين هالطريقة، ان ميثود ويستخدمونه، خاصة الشيء اذا يتكرر مثلا ريموف وهاي يتكرر. وان شاء الله لينكد ليست زين بنشوف ان الميثودات تتكرر ساعات، فبنستخدمهم كشورت كات وما بنعور راسنا زين.